يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يزهد بحفظ القرآن الكريم ويقول هو حمال أوجه، فما رأي في هذا الكلام؟ هناك من يزهد بحفظ القرآن الكريم ويقول هو حمال أوجه. طيب هو حمال أوجه يمنع أن يحفظ؟ يحفظ تفسيره يرجع فيه إلى مظانه ومصادره، ما هو إلى أهواء الناس وجهالات الناس فسر بها القرآن. الذي تكفل بحفظ نصوصه تكفل بحفظ معانيه، لا يتلاعب بها، كل يفسره على رأيه على نعم.